فامي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اهلا وسهلا ومرحبا بكم على قناه الفرجه. ان شاء الله بعد انتظار لمده شهر توصلنا بواحد المنتوج اللي كنت كنتظروه دابا واحد الشهر، منتوج اللي هو المنظار بينوكيلار اتش دي فيزيون. هذا المنظار هذا اللي كيعطي واحد رؤيه ليليه ممتازه وبعد بؤري 3000 متر، اي 3 كيلومتر. ويمكن لك هذا المنظار تستعمله كتلسكوب، تلسكوب لرؤيه النجوم. نبدا في فتح العلبه على بركه الله. بسم الله. كما كتشوفوا العلبة وصلتني من الشركة ديال بانغود. كما كتشوفوا العلبة دو الاسم ديال هذا المنظار، هذا بينوكيلار، بينوكيلار 60x60. كما كتشوفوا من هاد الجهة هادي، يمكن لك تستعملو في الرياضة، تهزو معاك، تحملو معاك الرياضة. يمكن لك أي مكان، يمكن لك ديرو في المسرح، يمكن لك العمل، أي مكان تمشي ليه كتهزو معاك. يمكن لك تشوف بمناظر خلابه بعيده عليك، يمكن لك يقرب لك المسافات وبدو رؤيه ليليه جيده. كذلك نفتحوه على بركه الله. كما كتشوفوا كما كتشوفوا يأتي مع على واحد الساك، كيجي في واحد الساك. كما كتشوفوا هذا الساك ذو شكل جميل، كيجي مع واحد الكتيب الخاص به، طريقة استعماله. نشو نحضرو علينا، كما كتشوفو يأتي معاه هاد المشوار أو منديل لمسح بؤرة العين. كتشوف ديش وحامل المنظار، كما شفتو حامل المنظار، يمكن لك تعلقو في عنقك باش ما يطيحش لك. وهذه خاصة بميدي تي. وهذا هو المنظار اللي توصلنا به كما كتشوفوا. شوف المنظار يحتوي على
غشاء واقلي بؤرة العين كما كتشوفوا. ومن الجهة الأخرى غشاء آخر واقلي كما شفتوا. السين فوا السين يعني ذو رؤية جيدة وعلى بعد مسافة 3000 متر، أي 3 كيلومترات. تخيل 3 كيلومترات باش يمكن لك تشوف الشخص البعيد منك. صراحة هذا المنتوج اللي وصلني رائع رائع جدا. وهنا عندك فين كتريقل هاد العينين، هادو هاد العينين كيدخلوا ويخرجوا. انتم كما لاحظتوا انا تشوفوا كيفاش دايرين شي، هادي كتبان لكم كتدخل وكتخرج انتم حضير شي، هاي كترجع شي شي كما كيفشو تغيير البؤارات العين. ومن هنا كما كتشوفوا الصراحة أنا ديجا جربتهم وعجبوني بزاف، عجبوني بزاف صراحة. ودو جودة رائعة خصوصا في الليل، في الليل دو رؤية واضحة جدا كما كتشوفوا. ونتمنى يكون عجبكم المنظار، وإن شاء الله نتلقاو فرصة قادمة. ولو بغيتوا رابط الشراء غنخلي لكم في أسفل التعليق، وما تنساوش الدعم ديالنا والاشتراك في القناة، وإلى اللقاء.